شلونه ابوك؟ شلونه عمك ابو عبدو؟ الحمد لله يا بيك، كلهم بيدعوا بسلامتك. ليكون ابوك عاوز مصاري؟ لا لا يا بيك، لا الحمد لله نحن مو بحاجة. ايوه، لا تكون جاي مشان العسكرية. لا والله كمان لا يا بيك، انا وحيد مبروع على العسكرية. لك مشان شو جاي؟ جيت يعني انا بيشرفني اني اطلب ايد بنتك. تطلب ايد بنتي؟ ايه يا بيك، يعني اذا ما بيزعجك. طيب انت شفتها؟ لا انا لمحتها هذيك المره وقت كنت عم بالمحله، وقت كنت عم بحلق لها لمحتها شوي. طيب ليش ما اجى معك ابوك لحتى يطلب لك اياها؟ والله يا بيك ابي يعني هو كان بده يجي، بس هو يعني قال نحن ناس عاديين وخجل وانتو بكوات، فخاف انه يطلب منك وتكسر بخاطره. يعني ابوك موافق انك تطلبها؟ لكن يا بيك لكان والله ما يدرى انك وافقت لحتى يطير العقل تبعه من الفرح. عود يا ابني عود. بدرية يا بدرية. امور يا بيك. شوفي صفاه شو بيحب يشرب. شو بتحب تشرب؟ اي شيء اي شيء. وين راح بيك؟ ما بعرف. لك قوم مهروب احسن لك، هذا اكيد ناوي عشر. لا لو كان ناوي لي عشر كان بين على وشه، بس وين تركني وراح؟ وعليكم السلام. تفضل تفضل. اسمع يا ابني، انا ما عندي بنات، وهي البنت اللي عم تحكي عنها هي بتكون بنت اختي. مسكينه يتيمه الاب والام، وانا ربيتها من وقت كانت صغيره، يعني بدك تقول بسعر بنتي. يعني يا بيك ما بتفرق ان كانت بنتكن ولا بنت اختكن، نفس الشيء. لكن توكلنا على الله. يعني حضرتكم وافقتوا يا بيك؟ طبعا موافق. بس يا ابني بدي اقول لك شغله، يعني هي البنت امانه برقبتي، لذلك لازم اضمن لها حقها. لكن يا بيك لكن الحق ما بزعل. شوف يا ابني، هي البنت متقدمها ذهبي عصمليه ومتأخرها 500 دابة عصمالية. بتعرف ليش؟ لأنه ما بتعرف، بيجوز بعد ما تتجوزوا ما تتفاهموا تختلفوا، بعد يومين ثلاثة ما تعجبك تقوم تطلقها. أعوذ بالله يا بيك، أعوذ بالله. خلص مثل ما بدك، بعدين أنا مستحيل طلقها، يعني مستحيل فكر أني طلقها أساسا. قال درويشة قال يقبروني الدرويش كلهم كرمالة. إيه وين ناوي تسكنها؟ يعني يا بيك بدك تعذرني، انا مؤقتا بدي اسكنها مع اهلي، بس بعدين ان شاء الله بشتري لها بيت، بس هلا ماني قادر اشتري بيت دغري. لا 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 لا، انا بدي اياها تسكن مع اهلك، لانه مثل ما شفت البنت درويشه وعلى البركه، بعدين امك بتعلمها بتدير بالي عليها، وبعدين هي يعني مع عشره العيله بتتحسن احوالها شوي شوي. يا بيك وليك لك فكره من الناحيه، ابدا ابدا، بس انا بعد اذنك عندي طلب صغير. تفضل يا ابني احكي. يعني يا بيك مشان اللبس، يعني حضرتكم بتعرفوا انه عاداتنا بالحاره المراه لازم تكون مستره، ولبس بنت اختكم يعني ما بيناسب اهلي، فانا من بعد امرك بدي لبسها ملايه ومنديل. ايه شو عليه؟ هذا حقك يا ابني حقك. الله يطولنا بعمرك يا بيك، والله فضلت على راسي. الفضل لله يا ابني. ايه سيدي، انا بكره مسافر على بيروت، وبجوز غب لي هيك شي شهر زمان، بس ارجع ان شاء الله جيب ابوك وتعالوا لحتى نكتب الكتاب. بس يا بيك. بس شو يا ابني؟ يعني مو شايف انه شهر كتير؟
شو رأيك نكتب الكتاب هلا وإن شاء الله بس ترجع بالسلامة من بيروت بجيب أبي ومنجي ونعمل كل هيك؟ يعني بصير نكتب الكتاب وأبوك مو موجود؟ ما بصير. يا يعني هيك قلت لك أبي إذا بيدرى إنك وافقت رح يطير عقله من الفرح. بعدين هلا يعني هيك الوقت تأخر وخاف بين ما أروح وإجي يكون تأخر أكثر وما نلحق. إذا توكلنا على الله بنكتب الكتاب. الله يخلي لنا إياك يا بيك. يلا عيني عسل عسل العنب عسل عسل العنب عسل عسل. شو أنا عم بعمل؟ شو عم تعمل سيد راسين؟ شو عم تعمل حبيب قلبي؟ شو عم تعمل؟ حطلناش عن قدام كيس. لك شو عن قدام؟ ده حقه مصاري حبيب قلبي، حقه مصاري تم علمنا. ها ايه حطلي نصطل. ايه على راسي هيك انت عيني. ها هي احلى نصطل. شرف سيدي. العملة اللي عملتها حسين يا أبو فهد بدي إياها تضل تسر بيني وبينك، ما حدا يدرى فيها بنوب، لأنه رح يجي يوم وأخذ تاري من هالواطي، وما بدي إياك أنت بالذات تقول قتل ابن عمه مشان شغلة صغيرة، بدي إياك تعرف هالشي. أعوذ بالله عقيد، سرك كبير، بيعيش معي بيموت معي، بس قل لي بقى شو عمل هذا الكلب؟ وصلت مواصير لحرمتي يا أبو فهد. شو؟ لحرمتك؟ يعني فيك تقول أمحى بس لساتها بالسنبلة. أم خيره ما عم بفهم عليكي، شو لا أمح ولا شعير وشو دخل أم صفوان بالموضوع؟ يا مو هلأ أنتي رأتي تخطبي لي بنت أبو صفوان ولا بنت أبو وضاح؟ لك لا يا مو، شو بنت أم صفوان، أنا رحت أخطب لك بنت أم وضاح، بس أم صفوان هي وبنتها كانوا هونيك وهن شافونا ولزقوا ما عاد تحركوا إلا لما طلعنا نحن وياهم. هلأ المهم شفتي البنت؟ إيه شفتها لك. وشلون لقيتيها؟ شو شلون؟ سبحان الذي خلقها مثل فلقة القمر. ايه ما تقول الا غزال وشارد، ايه سبحان الذي خلقها على هالطول. ولا عيونها ام خيره، طولي بالك طولي بالك، قلنا لك شوفي البنت، ما قلنا لك توصفيها وتوصفي مفاتنها. الله يستر على حريمات الجميع يا رب. ايه والله صحيح صحيح معك حق، من فرحتي نسيت شو عم بحكي. صحيح يا مو، انت مو كنتي بدك تخطبي له لخيره زكيه بنت ام صفوان؟ بالله ليش انا ناقصني جدبان؟ بكفيني وحده. شو قصدك يا مو؟ يعني انا جدبه؟ لا حبيبتي تقبري قلبي، انا عم بمزح معي. اي والله انت عقلك بيوزن بلد. يا مو لا تنسيني، انا بدي اواعي جديده مشان عرس خيره. وانا كمان. اي طولوا بالكم لسه ما صار شيء. بتعرف مرت عمك شو بتقلي عقيد؟ بتقلي روح الله يبعث لك بنت حلال مثل مرت ابن عمك ابو ادهم، فهم وذوق ودين واخلاق وما لا فوتي ولا طمعه. اي والله يا فهد معها. لك على بيت اهلها ما بتروح الا اذا انا جبرتها قاعده لبيتها ولجوزها ولاولادها ولصلاتها وصيامها. الله يلعن الشيطان. لك تعرف لك ما لي عين الا اللي ضربتها، اقسم بذات الله ما لي عين. خلاص عقيد خلاص انسى هالقصه وقدنا ما كانت، المهم انك انت تكون رايق ومبسوط وانا رقبتي سداده. الله يبارك فيك يا فهد. لك صحيح تذكرت امور عقيد، شميت ريحه حكي بالحاره هيك انه اختك حردانه، مزبوط هالشي؟ ايه والله وانت ما بتخبى عليك شي، هالحكي صحيح. معناتها ام عبده ما لا حكيت لها لا موضح ان روحتي لعند الشيخ جوهر، لانه لو حكيت لها كانت لمحت لي. قال كانت لمحت لي، ايه كانت قللت قيمتي. بس ان شاء الله ام عبده تضل ساكته. انا لازم اقطع الطريق عليها واخطب رويدة لصفوان، وقبل هيك لازم لف على ام خيره باين تعم تدور على عروس لابنها، وهيك كون ضمنت عريسين لزكيه الا ما يزبط واحد بيناتهم. لا فهد لا، وايمتى ناوي تخلص الجزا اللي عم جازيهم اياه؟ عم فكر اتركهم على حالي شي شهر تاني. شو هالحكي؟ لك طالما الخبر انتشر بين اهل الحاره لازم ترجعها عيب. انت هيك رايك؟ اي نعم. لا من الشفيق منيح، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، حملوهم الله يرضى عليكم وسلم. شو هالصوت؟ صوت شو معلم؟ شو هاد؟ لك لمين هالولاد؟ شو جاب هدول الولاد لهون؟
شبه الاولاد فيهم شيء؟ هدول الاولاد لك؟ ايه ايه الي الي خالي ليش حاطتهم هون؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مصطفى تعا معي. لك يا خالي شلون هيك بتعمل؟ شلون بتترك الاولاد بين الخشب؟ ما بتخاف تقرصهم شي حية شي اعربة لا سمح الله؟ شو بدي ساوي يا معلمي؟ شو بدي ساوي؟ وين بدي روح فيهم؟ بيت حماي زبطوا لي اياهم بخلقتي، وخالتي مرت ابي لاجل امهم ما بتحواهم. وابوك شو رايه؟ ابي؟ الله يعينه لابي. زلم كبير والحل والربط بايد مرته. خالي هلا بيت اهلك في ارض ديار واسعه؟ ايه مليحه ماشي حالها. طيب حرمتك شو طلباتها؟ يعني شو سبب الخلاف؟ انا يا معلمي باخذ كرايي منك وبناوله كله لابي، ما بقيم منه ولا برغوت. ايه بتجي مرت ابي بتاخذه منه كله. ومرتي بدها ياني اعطي لابي شي معلوم ونضب الباقي، وانا يا معلمي واقع بين نارين، ويلي ابي وغضبه وويلي مرتي اللي بدها تامن حالها وتامن اولادها بشي بيت يسترنا. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف خالي، صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال انت ومالك لاهلك وانه رضا الوالدين واجب، بس طالما ابوك ما بيمون صار في حكي تاني خالي. ايه والله يا معلمي مو ماين على حاله. وخالتي مرت ابي عم تتحكم بمرتي وتشغلها مثل خدامه وبتتنكوت فيها بالليل وبالنهار على طلبات ونق وسق. لا والانكى من هيك ما بيحلالها تكتر الطلبات غير وقت بيجي من شغلي، ويعني كلك مفهوميه معلمي. الواحد بحب يفوت هيك يرتاح هو ومرته على انفراد، يعني بالحلال. يعني حقك لك خالي حقك. هي ما بدها هيك، يعني لو بيطلع بايدها تنيمني انا باوضه وهي باوضه ما بتقصير. طيب خالتك مرت ابوك قد ايه عمرها؟ يعني بدك تقول بحيطان الأربعين. والوالد الله يمد بعمره بزيدها بشي 20 سنة. خالي قوم هلأ خد الولاد لعند أبو صفوان، أنا شايفه مو كتير صاغ، وبطريقك بتمر أنت وديبه لعند أبو درويش الحلاب وبتجيب له الحليب بتشربه. خطي قوم عمي أمرك معلمي.